قسم لي على قول لي ليه البارازيتيك ترانزستور بيظهر، تمام، وده بيعمل ايه، وفي السي سي بيبقى شكله ايه، واخد بالك؟ في سؤال كومن قوي ومشهور قوي، اجي اقول لك ايه هو اشهر نوع من انواع الموسفيت. احنا درسنا كام نوع في الموسفيت، الديبليشن والانهانسمنت، كل واحد ليه ان تايب بي تايب. حد عارف اجابة السؤال ده يا جماعة؟ طيب عموما اشهر نوع او الاكثر استخداما في البار موسفيت هو الان تايب طبعا، انهانسمنت. يبقى الاجابه هيبقى فيها شقين، انهانسمنت وان تايب. طب ليه؟ باجي اقول لك واي، هتقول لي انهانسمنت عشان ما فيهوش شانل، فبالتالي مش محتاج نيجاتيف فولتج على الجيت، فدايرة الدرايفنج هتبقى سهلة يوني بولر، يعني البوزيتيف هيعمل لي سويتش اون، الزيرو هيعمل لي سويتش اوف. اما في الديبلويمنت او في الديبليشن تايب كان غصب عني لازم استخدم نيجاتيف فولتج عشان اضمن ان الموسفيت يبقى كومبليتلي اوف، تمام كده؟ طب خد بالك بقى، احنا قلنا ايه؟ انهانسمنت وان تايب. احنا كده جاوبنا ليه الانهانسمنت مش الدبليشن، بس ما قلناش ليه الان تايب مش البي تايب. عموما الان تايب تصنيعه بيبقى اسهل وثمنه ارخص من البي تايب. يبقى هنا خلي بالك من السؤال ده، بيجي يقول لك what is the commonly used MOSFET power MOSFET and why. يبقى دي شقين اهو، ها هتقول انهانسمنت وليه انهانسمنت، وان تايب وليه ان تايب. واجي اقول لك بقى النوع اللي انت اخترته ده ارسم لي الترانسفير كاركترستكس اللي هي علاقه الاي درين ب الفي جيت سورس اللي هي السلوب بتاعها بيساوي ترانس كوندكتنس، مش كده؟ وبعدين اجي اقول لك ارسم لي الاستراكشر بتاعه، هترسم الاستراكشر بتاعه. خلاص كده، ده سؤال صغنن سطرين قوي. الاقي بقى الناس رسمها لي الاربع انواع وفتيالي في يا عم انا بسالك سؤال محدد، لو رسمت لي الاربع انواع انا منهم لا غلط، انا بسالك نوع واحد لازم تبقى عارف. طيب خلينا نبدا في محاضرتنا. ظهر عندنا السلايد عنوانه انزيليتد جيت بايبولر ترانزستور، اللي هو سلايد 26. ظهر يا شباب سلايد 26؟ ظهر؟ لا يا دكتور مفيش سلايد. لما يظهر قول يا جماعه. ظهرت؟ ظهر. طيب تمام، بنتكلم على نوع جديد او نوع اخر من البار ترانزستور اسمه الاي جي بي تي، انزوليتد جيت بايبولر ترانزستور. ده نوع مشهور جدا وليه مزايا عديده جدا، يعتبر تطوير للموسفيت. طيب النوع ده الاستراكشر بتاعته ايه؟ ايه شكلها؟ ده مش السيمبل، ده الاستراكشر بتاعه، الايكوفالنت سيركت بتاعته. لو انت بصيت فيه هتلاقي ده عباره عن اتنين بي جي تي، بي ان بي وان بي ان، مع موسفيت، ثلاث حاجات. السيمبليفايد سيركت بتاعته اللي هي السيركت اللي على اليمين اللي انا عملت عليها صح دي، هي عباره عن بي جي تي وموسفيت. يبقى كأن الـ IGBT ده ما هو إلا هايبريد سويتش. هايبريد يعني إيه؟ يعني سويتش هجين من الـ BGT والموسفيت. ليه؟ عشان ياخد مميزات كل واحد فيه ويلاش عيوبه. بص معايا، دائرة الباور زي الـ BGT، يبقى هنا ده الريتنجز بتاعته هتبقى أكيد عالية كـ 2 فولت. في نفس الوقت الكوندكشن لوسز قلت، لان هو مش التيار مش هيمشي في شانل، التيار هيمشي ما بين كولكتور اميتر.
طيب هي كانت ايه مشاكل البي جي تي؟ البيز قال لك لا يا عم هركب ناحيتها جيت موسفت يعني، فبالتالي بقى فولتج كنترول يبقى السويتش بتاعنا ده اللي هو الاي جي بي تي فولتج كنترول زي الموسفت مش كده، وما فيش لوسز في البيز. يبقى زي ما انت شايف لما تعمل هايبريد ما بين سويتشين هتاخد مميزات كل واحد وهتعالج العيوب بتاعته. قبل ما نتكلم عليه هنتكلم عليه حاجات بسيطة جدا يعني. انا هعمل كده بوكس بالمنقط وعايز حد يجاوبني على السؤال اللي انا هقوله ده. لو اهملت الار بي اي اللي هي الار بيز امتر اللي جوه البوكس اللي بالمنقط ده يبقى ايه يا جماعة؟ بيفكرك بايه؟ التو ترانزستورز اللي متوصلين بالطريقة دي. طب هسأل عليه كم جانكشن؟ اكيد 3 جانكشن. ما هو بص كم لاير؟ N B. ايه الحاجة اللي احنا درسناها كانت 4 لاير 3 جانكشن؟ ثيرستور. ايوه كده. وفي الثيرستور لما جينا درسناه درسنا حاجه اسمها تو ترانزستور موديل عشان نفهم ازاي بيشتغل. الله الله، يعني انت عايز تقول لي ان الاي جي بي تي ده زي الثيرستور؟ بص كده اللي جوه البوكس اللي بالمنقط ده اقدر اعتبره ثيرستور، وادي وصف طبعا. خد بالك ده الترانزستور اللي في النص ده اللي احنا اهملناه اللي هو الان بي ان اللي احنا اهملناه في السمبليفايد سيركت ده اسمه بارازيتك بي جي تي. ده تطفولي ما بيظهرش الا في الهيفي كارنت. ومن هنا يجي عيب الموسفت. لو حصل عليه اوفرلود يعني الكارنت اللي ماشي كتير هيبيهيف لايك الثيرستور. يعني ايه بيهيف لايك الثيرستور؟ ركز معايا في الجزئيه دي. هو الثيرستور كان عيبه ايه؟ لاتشد. هو هيلاتش. يعني ايه لاتشد؟ هيغذي نفسه بنفسه. دي بنسميها ريجينيريتيف جيت سيركت. يعني ايه؟ بص كده على البيز بتاع الاولاني او البيز بتاع التاني، فهتلاقي ان انت لو ده اشتغل هيشغل التاني، ولو التاني اشتغل هيشغل الاولاني، ومش لازم تحط بالص على الجيت. فده العيب بتاع الاي جي بي تي اندر هيفي كارنت، صعب انك انت تطفيه، هيبقى لاتشد زي الثيرستور. طيب الادفانتجز بتاعته، طبعا هو بيكومباين الادفانتج بتاعت البي جي تي والموسفت زي ما قلنا قبل كده. سلايد 27 ظهر عندكم يا شباب. يا دكتور زهر. والامبيدنس بتاعته في التيرن اوف عاليه جدا زي الموسفت، كل دي مزايا الموسفت. فولتج كنترول شفناها مع بعض في الايكوفالنت سيركت. سمبل جيت درايف، طبعا اسهل جيت درايف هي بتاعه الموسفت ويليها الاي جي بي تي على طول. والسويتشنج لوسز قليله طبعا لان التيرن اون تايم والتيرن اوف تايم قليلين. دي كلها كاركترستكس بتاعه الموسفت. بص بقى كاركترستكس البي جي تي. لو اون ستيت كوندكشن. البي جي تي في الاون ستيت بتاعته ما فيش ريزيستنس ولا حاجه عكس الموسفت، فبالتالي هو خد الميزه دي من البي جي تي. هاي كارنت كابابيلتي زي البي جي تي بردك، وهاي سويتشنج سبيد، ده اسرع من البي جي تي عشان الموسفت اللي راكب. يبقى دي الميزه اللي خدتها من التزاوج او الهايبرديزيشن ما بين الموسفت والبي جي تي. بص بقى الاي جي بي تي زي الموسفت في انه عنده برايمري بريك داون، يعني هو بريك داون مود واحد، ما عندوش السكندري بريك داون زي البي جي تي. البي جي تي كان فيه نوعين من البريك داون. لو انت فاكر في السيف اوبريتنج اريا اللي احنا ناقشناها الاسبوع اللي فات في البي جي تي، لقينا ان في برايمري وفي سكندري بريك داون. دي قلناها فوق الاي جي بي تي داز نوت هاف جيت لوسز، او انها صغيره جدا بحيث انها تبقى نيجليجبل. يبقى دي جايه من الاستراكشر اللي احنا ناقشناها في السلايد اللي فات.
طبعا لو جيت قلت لك الابليكيشنز بتاعته حاجات كتيره جدا. الدرايفز عموما، الدرايفز اللي هي الموتور كنترولر سواء اي سي او دي سي، الانفرترز، الانفرترز دي من اشهر انواع الباور الكترونكس ديفايسز او الكونفرترز، ودي ان شاء الله هتدرسوها السنه اللي جايه باذن الله في باور الكترونكس، وعلى الترم اللي جاي ان شاء الله. اليو بي اس الان انتربتبل باور سبلاي، الويلدنج اكويبمنت، الكاتنج تول، اللي هي الحاجات بقى اللي ايه المعدات والكلام ده، ومستخدم على مساحه واسع يعني. سلايد 29 ظهر يا جماعه. سلايد 29 ظهر. تمام يا دكتور. تمام. بص بقى في السلايد ده انا جايب لك موديولز. موديول يعني مش اي جي بي تي لوحده، لا، في الابيض اللي هو اللي تحت ده اتنين اي جي بي تي متوصلين سيريز، عشان كده في عندك تلات اطراف، ده الكوليكتور وده الاميتر بتاع الاي جي بي تي من الاثنين، والاميتر بتاعه واصل بكوليكتور واميتر للسويتش الثاني، يعني الاثنين سويتشز واصلين سيريز. الاميتر بتاع اللي فوق واصل بالكوليكتور بتاع اللي تحت. الاطراف دي اطراف الكنترول اللي هي بتركب عليها السيجنال بتاعه الجيت، الكنترول سيجنال. طبعا الكنترول سيجنال بتركب ما بين الجيت والاميتر، يبقى دي بتوع الاي جي بي تي، ودي بتاعت الاي جي بي تي التاني اللي تحت زيها بالظبط. جيت واحد او جيت اتنين بقى، اميتر اتنين، بحيث يبقى الكنترول ليه المداخل، او خليني اقول لك الاكسس بوينتس بتاعته اللي هم الاربعه دول، واخد بالك، اللي هم كومه مع الايه؟ مع الباور. شايف ده باور، ده 300 امبير 1200 فولت، عشان كده عامل لك صاموله. ده بقى موديول ذكي اللي فوق اللي هو بالاسود، ده بنسميه الاي بي ام او انتليجنت باور موديول، شركه مشهوره جدا ياباني، الافوجي، بدي لك الرقم بتاعته، هتلاقي عليه 200 امبير 600 فولت. ده بقى مش سويتش، دول ست سويتشات اللي هي الانفرتر اللي انت لسه هتدرسه بلت ان، يعني شوف العلبه دي جواها الايه، ست سويتشات متوصلين بالتوصيله اللي لسه هتدرسها ان شاء الله السنه الجايه. والاطراف دي طبعا الصغيره دي اكيد هي اطراف مين؟ الكنترول. هي مش كنترول وبس، ده بلت ان جامد كمان معاها اجهزه بروتكشن، حاجات بتقيس الحراره وحاجات بتقيس الاوفر كارنت، بحيث تدي لك سيجنال، بحيث انت بدايره الدرايفنج تبقى دايره ذكيه. لو لقيت ان في اوفر كارنت تقوم فاصله، لو لقيت ان في اوفر هيت تقوم فاصله، واخد بالك؟ فده طبعا بيبقى غالي، عشان تبني الحاجات دي كلها بتجيب بقى سته ديسكريت سويتش، زي السويتش اللي احنا شفناه في المحاضره اللي فاتت، الموسفت اللي احنا شفناه في المحاضره اللي فاتت ده فيه زيه برضه في اي جي بي تي، وتلحم بقى وتركب على هيت سينك، ده جاهز منه فيه. هتلاحظ القاعده بتاعته الميتال اللي هي عشان تركبها على هيت سينك بحيث انها تبردها. طيب انا قلت بس اوريك الاشكال ديت، انما هي دي تبقى عارف ان دي ده انفرتر جاهز. سلايد 30 يا شباب بتكلم على السيمبل بتاع الاي جي بي تي، انا حطيته جوه دايره. جيت زي الموسفت، كوليكتور واميتر زي مين؟ البي جي تي، مش كده؟ عشان كده قلت لك هايبريد سويتش، وزي ما انت شايف ما بين الجيت و الاطراف البي جي تي هوا، يعني كانه مكثف، عشان يقول لك دي خاصيه الموسفت، مفيش تيار هيمشي في الدرايفنج سيركت، مفهوم يا جماعه؟ وساعات ناس ترمز له نفس الرمز بتاع الموسفت، بس الاختلاف ممكن يسمي السورس اميتر ويسمي الدرين كوليكتور. ناس كتير قوي بتستخدم السيمبل ده للاي جي بي تي، الاثنين صح. وزي ما انت شايف الكاركترستكس بتاعته شبه الموسفت،
اللي انا هشرتها بالاحمر دي الاون او زي الاوميك ريجون، مش هقول بقى اوميك ريجون، هقول لينير ريجون، هنا مفيش اوميك ريجون. ودي الكات اوف اللي هي مفيش سيجنال على الجيت او السيجنال زيرو، فانت مش مشغل. احنا بنشتغل في المنطقتين دول الاون او الاوف، سويتش من الاخر. اما الاكتيف ريجون ده مش بتاعنا. وهنا بيوضح لك اذا انت بتحط سيجنال على الجيت يبقى الاوتبوت فولتج يظهر على اللود. شلت السيجنال اللي من على الجيت زيرو، بقى في زيرو في الاوتبوت، يعني الاوتبوت زيرو. دي ابسط توصيله للباور موسفيت، ممكن توصله مع از سويتش مع موتور. لو اديته سيجنال هيشتغل، هيبقى السويتش اون، يبقى الكهرباء وصلت للموتور، يبقى الموتور هيدور. واخد بال سيادتك؟ فدي دايره تنفع للموسفت، تنفع للاي جي بي تي، لان هم متشابهين جدا في خصائصهم. بردك عندنا بقى هايبريد سويتشز كتيره بقى غير الاي جي بي تي ده. الاي جي بي تي ده يعتبر جهاز قديم، يعني انا عملت بيه مشروع التخرج بتاعي، تخيل. الهايبريد سويتشز حاجه اسمها فيت. فيت حد فاكر اختصارها؟ حد فاكر اختصار اف اي تي؟ اختصار ايه يا جماعه؟ لو فيلد افكت ترانزستور. تمام كده. سي تي اتش، سي اختصار كلمه كنترولد، تي اتش اختصار ثايرستور، يعني فيلد افكت ترانزستور كنترولد ثايرستور. سيبك من السلاش دي، ماشي. ده شكل السويتش اللي هو الفيت كنترولد ثايرستور، من اسمه كده. ادي ثايرستور اهو، رحت مركب على الجيت سيركت موسفت عشان اخد خاصيه الموسفت انه فولتج كنترولد، واخد بال سيادتك، واخد خاصيه الثايرستور انه هيفي كارنت وهيفي ريتنج. بس خدت عيب الموسفت انه مش بيترن اوف. تيرن اوف يعني ده هاف كنترول سويتش، يعني تقدر تيرن اون ما تقدرش تعمل تيرن اوف. عموما الجهاز ده ما انتشرش قوي، اللي انتشر قوي سويتش اسمه ام سي تي. ام سي تي اختصار موس كنترول ثايرستور، اللي هو اللي احنا شايفينه ده في سلايد 32. سلايد 32 ظاهر يا جماعه؟ يا دكتور زهر. طيب بص بقى السويتش بتاعي ده خطير جدا. ده فيه اتنين ترانزستور، واحد بي ان بي والتاني ان بي ان، واتنين موسفت، واحد مسؤول اسمه كده اون موسفت بي شانل، والتاني اوف موسفت ان شانل اللي هو ده. في اربع اجهزه، خد بالك هو مش بيجيبهم يوصلهم خالص، اوعى تفتكر ان انا هجيبهم اوصلهم ببعض، لا لا لا. ولما جيت شرحت لك بردك الايكويفالنت سيركت بتاعت الاي جي بي تي، اوعى تفتكر ان انا بجيب اتنين ترانزستور وموسفت واوصلهم خالص. ده الديزاين او التصنيع بتاع البي والان جانكشن اللايرز بيصنعها بحيث يطلع انها بالشكل ده. الايكويفالنت سيركت دي بتساعدنا في فهم طبيعه السويتش وازاي بيشتغل وايه مميزاته وايه خصائصه. اخينا ده من الاسم كده ده كنترولد اون وكنترولد اوف، الله يبقى ده احسن من النوع اللي فات اللي هو الفيت كنترولد ثايرستور اللي هو كان كنترولد اون بس، حط لك اتنين موسفت، واحد يضمن الاون واحد يضمن الاوف. والشكل ده اول ما بنشوفه مع بعض اللي هو اتنين ترانزستور، واحد ان بي ان وواحد بي ان بي، على طول نفهم ان ده ايه، كانه ثايرستور، مش كده؟ على طول. المره دي مش باراسيتك، لا ده في الستيدي ستيت. وحاطط لك على كل شق، يعني على كل ترانزستور، الموسفت اللي يولعه او يطفي. طيب يبقى الديفايس ده عباره عن هايبريد ما بين الثايرستور فاخذ الخصائص الجميله بتاعته والموسفت فاخذ الخصائص الجميله بتاعته. الثلاث اطراف، هو ثلاث اطراف بسميهم انود وكاثود زي الثايرستور. ده الانود وده الكاثود. اما
الطرف الثالث ما اسمهوش اسمه جيت زي الموسفت. الجهاز ده بيشتغل ازاي؟ طبعا احنا قلنا لما السهم يبقى داخل ده يبقى ان تايب، انا كاتب هنا حتى ان شانل. لما السهم يبقى خارج ده البي شانل، كاتبها لك هنا اهو برضك. يا ترى الجهاز ده بيشتغل ازاي؟ طيب تعال نشوف كده. لما احط على الجيت نيجاتيف سيجنال، النيجاتيف سيجنال هتيجي على البي شانل، يبقى البي شانل يشتغل. لما البي شانل يشتغل يبقى في تيار هيمشي هنا اهو، يبقى هيروح فين التيار اللي هنا ده؟ على البيز بتاعت ال ان بي ان، يبقى ال ان بي ان يشتغل. طب لما يشتغل يبقى في تيار هيمشي في الكوليكتور بتاعه، طب ما هو ده تيار البيز بتاع ال بي ان بي، يبقى البي ان بي اشتغل، يبقى في مسار للتيار ما بين الانود والكاثود. يبقى تخيل السويتش ده عكس السويتشات اللي فاتت، بيشتغل لما تكون الجيت بلس نيجاتيف. ليه تاني؟ ما هي نيجاتيف يبقى هتشغل البي، مش احنا قلنا البي شانل او البي تايب موسفت عكس الان تايب؟ الان تايب كان بيشتغل ببوزيتيف جيت، انما البي بيشتغل بنيجاتيف جيت. ولو اشتغل بي شانل يبقى انا شغلت البيز بتاع الان بي ان ترانزستور، ولو الان بي ان ترانزستور اشتغل زي السيرستور يشغل البي ان بي، يبقى الجهاز اشتغل. خد بالك الاوف فت او الاوف موسفت ها فاصل مش شغال. عايز اوقفه اخليه اوف، شيل النيجاتيف جيت بس حط بدلها بوزيتيف. لو حطيت بوزيتيف يبقى البي شانل طفى، ولما البي شانل يطفي على طول عكسه الان شانل هيشتغل. لما الان شانل يشتغل يبتدي ياخد التيار من الانود مش كده، ويمشي خلال الان شانل موسفت. طب لما ياخد التيار من الانود يبقى ساعتها البي ان بي ترانزستور يطفي، يبقى غصب عن الترانزستور الثاني اللي هو الان بي ان كمان هيطفي، يبقى الجهاز طفى. يبقى السويتش ده يشتغل بنيجاتيف بلس ويطفي بوزيتيف بلس. وده السيمبل بتاعه، بص معايا انا حاطط السيمبل بتاعه اهو، انود وكاثود والجيت، وما بين الانود والكاثود مفيش اتصال، اللي هي الخاصيه بتاعت مين؟ بتاعت الموسفت مش كده؟ وبرضك ما بين الجيت والانود كاثود مفيش اتصال، كانه كاباستور، دي كلها خواص الموسفت. طبعا حته الريجنريتيف اكشن المقصود بيها لما ترانزستور من ال NBN او ال BNB يشتغل يبقى بيشغل الثاني نتيجة التوصيلة بتاعتها، دي اللي احنا شرحناها الاسبوع اللي فات في الثايرستور، ووريتها لك من شوية في ال IGBT في البارازيتك ترانزستور اللي موجود فيه. وده التيرنينج اون والتيرنينج اوف بروسيس اللي احنا شرحناهم على الرسمة بتاعة ال MCT. الادفانتج بتاعت الموسفت كتيرة بصراحة، منها انه الفورورد كوندكشن قليل، دي خاصيه بتاعت مين؟ بتاعت الثايرستور او الترانزستور اللي هي ال ان بي ان جنكشن على طول. فاست تيرن اون اند اوف تايم دي بتاعت مين؟ الموسفت على طول. لو سويتشنج لوسز بردك لو سويتشنج لوسز دي بتاعت الموسفت، الموسفت هاي كوندكشن لوسز. وطبعا زي باقي السويتشات الانبوت امبيدنس بتاعت الجيت عاليه، فبالتالي هو فولتج كنترول ما بيسحبش تيار، بيشتغل بالفولت. فدي اهم الادفانتجز بتاعت الام سي تي. يبقى احنا في الام سي تي شرحنا الاستراكشر بتاعه بشكل بسيط والسيمبل ودلالاته، وقلنا ازاي بيترن اون وازاي بيترن اوف، واتكلمنا على شويه ادفانتج. بس هنختصر الكلام مش هنتكلم اكتر من كده. عموما بقى السويتشات اللي انا درستها لك دي عايز اقارن ما بينها بقى. درسنا الثايرستور ودرسنا البي جي تي ودرسنا الموسفت والاي جي بي تي
والام سي تي اتكلمنا عنه حبه صغيرين تمام. عايزين نعرف مجالات استخداماتها ايه والرنجات بتاعتها ايه. العامل المشترك ما بين كل السويتشات دي والديود حتى ان كلها بتعتمد على البي ان جانكشن، كلها سيليكون سويتشز. التسميه الرئيسيه ليها سيليكون سويتشز، خد بالك. ودي منتشره انتشار واسع من الستينات لظهور الترانزستور واليه الثايرستور للنهارده. لكن في العشر سنين الاخيره يا جماعه ظهر حاجه تانية اللي هي السيليكون كاربايد، ياخد سيليكون ويحط معاه كاربايد سويتشز، اسمها كده سيليكون كاربايد سويتشز. وظهر تعديل ليها طبعا. الكاربايد انت سمعت عنه في كورس الهاي فولتج، يبقى اكيد متوقع كده الكاربايد لما استخدمه مع السويتشات هيعلي الفولتج ريتنج بتاعها. وظهر بعد كده ما يسمى الوايد باند جاب سويتش، لغى السيليكون. خد بالك من التطور ده، هو لسه ما انتشرش في تطبيقاته عندنا، لكن في اوروبا وفي امريكا لا بومينج. حتى في الاجهزه الطيران، الطيارات بقت كل الاجهزه بتاعتها او معظم الاجهزه بيستغنوا عن السويتشات السيليكون اللي احنا بندرسها لك دي، وبيستخدموا الوايد باند جاب سويتشز. دي لسه حاجه حديثه نتيجه ابحاث خلال العشر سنين اللي فاتت، مستغنى خالص عن السيليكون ماتيريال. هتقول لي طب ايه المكاسب اللي حققها؟ خلى التيرن اون تايم والتيرن اوف تايم اصغر ما يمكن. هما في السيليكون سويتشز اسرع سويتش عندك الموسفت، الرينج بتاعهم يعني تقدر تقول نص مايكرو الاثنين مع بعضهم الجمع. في الوايد باند جاب سويتش او الجان سويتشز بيسميها كده، اصبح التيرن اون والتيرن اوف بيتقاس بالنانو سكند، يعني نزل واحد على الف، واخد بالك. فتقدر انت، فمعناها كده ان انت حليت، او خليني اقول لك قللت السويتشنج لوسز اللي احنا كنا بنحسبها الاسبوع اللي فات. كده السويتشنج لوسز قلت، فكده مش هيبقى عنده الا كوندكشن لوسز، فكده الهيت سينك حجمها هيصغر، فالديفايس اللي هيصنعه هيصغر كحجم كويت، واخد بالك، وافشنسي هتزيد، فاصبح انرجي سيفنج. الديفايسز دي في طريقها للانتشار، هي لسه ما وصلتش عندنا لان لسه فيها مشاكل، اقصد اقول محتاجه تقنيه. الدرايفنج سيركت بتاعتها غير الدرايفنج سيركت، احنا ممكن في الكورس بتاعي اتكلمنا بشكل مبسط عليه، انما ما شرحناش الدرايفنج سيركت. الدرايفنج سيركت بتاع الوايد باند جاب سويتشز دي مختلف تماما عن ايه، عن الدرايفنج سيركتس المستخدمه مع السيليكون سويتشز. انا حبيت اقول لك المعلومه دي عشان تبقى عارف ان الباور الكترونيك ديفايسز في تطور دائم، ما فيش حاجه اسمها ان دول وبس، لا. اديك شفت حتى الحكايه بدات بفايرستور، بعد كده الباور ترانزستور، بعد كده الموسفت، الباور موسفت، الباور اي جي بي تي، التطويرات بقى او الام سي تي، واخد بالك. النهارده هم لغوا السيليكون خالص. انا هنا عارض لك في الشارت ده مجال او الرينج بتاع كل ديفايس من السيليكون ديفايسز اللي احنا درسناها. لو جينا هنا في البار موسفت اللي هو ظهر في الاخر ده وتحت، انا عملت حواليه دايره، اعلى فريكوانسي في السيليكون سويتشز، الفريكوانسي تقدر ماكسيمم فريكوانسي اللي اشتغل عندها توصل من 60 كي لحد 1 ميجا، ليها سويتشنج فريكوانسي عالي جدا بالمناسبه. مش معنى كده انه ما يشتغلش اقل من كده، لا طبعا يشتغل اقل، بس انا بقول لك الرينج بتاعه الابر رينج كام، لكن كله على حساب الفولت امبير ريتنج، هو في الاقل اقل واحد جاي تحت. عشان كده بتلاقيه كتير جدا في الباور سبلايز، خاصه الحاجات اللي في السنترالات. عشان كده قلت لك كوميونيكيشن يقصد بيها اللي هي الحاجات اللي في السنترالات والواي فاي والكلام ده. يزيد عنه سنه الاي جي بي تي، خد بالك. والاي جي بي تي زي ما قلنا استخداماته في الانفرترز واليو بي اس والتطبيقات كتيره بصراحه. فهنا ده مجال استخدام الاي جي بي تي. يجي بعد كده الترانزستور،
bipolar junction transistor. شوف الفريكونسي عماله تقل اهي. bipolar junction transistor انت بتتكلم في رينج مثلا من 500 هرتز بالكتير لحد 5 كيلو هرتز مثلا. اما الاي جي بي تي لا اوسع من 5 كيلو هرتز واخد بالك لحد 50 كيلو هرتز ودي حقائق فعلا موجوده. لو عايز باور اعلى هتروح بقى ناحيه الجي تي او اللي هو الجيت تيرن اون ثايرستور او الجيت كنترول ثايرستور. عايز باور اعلى خلاص بقى ما قدامكش الا انك تروح للثايرستور بس الفريكوانسي هتقل خالص هتبقى اللي هي 50 هرتز ودي اللي انت هتدرسها في الكورس بتاعنا. معظم الحاجات اللي في باور الكترونكس 1 الكونفرترز الباور تنس كونفرتر اللي هندرسها في الكورس بتاعنا بدءا من المحاضره بتاعت الاسبوع القادم هتبقى باستخدام الثايرستور اللي هو اقل فريكوانسي اقل سويتشنج فريكوانسي لكنه اعلى ريتنج زي ما انت شايف بتوصل الثايرستور واحد يدي لك 2 ميجا او اسف رينج ال 20 ميجا. هو هنا حاطط لك رسومات على الجنب بتبين اللي هي الابليكيشنز وشكل الكومبوننت اللي عنده. عشان اوضح لك الكيرف ده اكتر حاطط لك سلايد تاني العلاقه ما بين الفولت بقى والامبير. خلاص احنا عرفنا السويتشنج فريكوانسي عرفنا مين اسرع ومين ابطا واحد. لا انا عايز ابص بقى في الفولت والامبير. طبعا اقلهم الموسفت اهو واخد بالك المصفت ما بيعديش ما بيوصلش ما فيش عندي مصفت يوصل لألف أمبير. ده من بعد الميت أمبير يبتدي الفولتج ريتنج بتاعه يقل. يعني أكبر مصفت عندي يشيل أو يستحمل ألف فولت ميت أمبير. لو عايز أمبير زيادة هيجي على حساب الفولت الفولت يقل. الاي جي بي تي هو اللي بعده في الريتنج. ممكن نلاقي اي جي بي تي 3.3 من 10 كيلو فولت. خلاص في حاجات حديثه بقى بتوصل ل 6 كيلو فولت اهي دي 6 كيلو. ده اي جي بي تي اعلى حاجه ال 6 كيلو فولت الديفايس الواحد وتلاقي الامبير بتاعه 500 امبير. لان ده لوج سكيل بص 100 200 300 400 500 600 بعد كده 600 امبير هو 6 و6 من 10. انا فاكر الموديول ده شفته 6 و6 من 10 كيلو و600 امبير ده حاجه ضخمه. طب لو عايز امبير زياده هتقدر توصل لحد 3600 امبير بس الفولت هيقل معاك هيبقى 1200 فولت. عايز اعلى من كده الجي تي او. عايز اعلى من كده فولت اعلى من كده هيبقى الثايرستور طبعا. فكان الكيرفات دي بتوضح لك فعلا الفولت والكرنت ريتنج بتاع كل ديفايس سيليكون ديفايس اللي احنا درسناه. ده اللي انا بقول لك عليه ديسكريت ديفايس بتبقى دايما الباكينج بتاعته بالمنظر ده ثلاث اطراف وكيس والهيت سينك اللي هي الحديد اللي بتحطها على اكسترنال هيت سينك وممكن تحط على اكسترنال هيت سينك مروحه كمان عشان تبرده او بيبقى موديولز زي اللي احنا شفناه او بيبقى ديسك ذا ثايرستور بتاع الاسبوع اللي فات واللي قبله والدايت. يبقى ده مقارنه ما بين الفولتج والكارنت ريتنجز للسيليكون ديفايسز اللي احنا درسناها. ممكن بردك نخلي المقارنه دي 3D كارنت وفولت بردك زي ما شفنا في اللي فات وفريكوانسي. دي بقى اوضح واوضح واوضح. شايف المصفت هاي فريكوانسي لو باور ريتنج اللي هو المستطيل الاحمر. المستطيل الاحمر اللي في الاخر ده اللي هو الباور مصفت اقلل فولتج وكارنت ريتنج لكن الاعلى في السويتشنج فريكوانسي وراء على طول الاي جي بي تي والنسخ المحسنه اللي هي الام سي تي. البي جي تي بردك بيقل الفريكوانسي لكن الريتنجز الاي جي بي تي عداه
وده حقيقة النهاردة فعلا اي جي بي تي عدى في الريتنج البي جي تي. عايز اعلى من كده؟ شوف السهم حتى عامل لك سهم بالاحمر اهو. روح للجي تي او بس الفريكوانسي هتقل معاك. عايز اعلى من كده روح للثيرستور بس برضك الفريكوانسي هتقل معاك. هو الكلام واحد. ثلاثة سلايدز بيقدموا نفس المعلومات بس بأشكال مختلفة. ولو عايزها كتابة اهي ده في سلايد 38 لو اخر سلايد عندنا. بيقول لك الرنجات بتاعت السويتشنج فريكوانسي. الرنجات دي طبعا بتتغير كل شوية. الحقيقة ان الموسفت ما فيش سيليكون سويتش عدى ال 1 ميجا هرتز ودي حقيقة فعلا. انما وارد تلاقي اي جي بي تي عدى 80 كيلو هرتز بحاجة بسيطة واخد بالك. عشان كده بيقول لك الاي جي بي تي من ميديوم سويتشنج فريكوانسي اللي هو اراوند ال 80 كيلو هرتز. اما البي جي تي اخرك ال 10 كيلو. الموسفت ال 1 ميجا. ال MCT 30 كيلو. ال GTO 1 كيلو. الترياك زي ال GTO. الفيرستر ال 1 كيلو. الدايد اسرع حاجة فيها الالفاست دايد. انما الجنرال بيربوس دايد انت عارف انها بطيئة. اما الريتينجز شوف انا يقول لك الباور دايد 7 كيلو فولت 5 كيلو امبير. ده موجود فعلا. الثيرستور من 3 ل 7 كيلو فولت 5 كيلو امبير. الجي تي او 6 كيلو فولت 6 كيلو امبير. الام سي تي بيوصل ل 3 كيلو فولت 2 كيلو امبير. المصفت لا ده صغير بالكتير 1 كيلو فولت زي ما شفنا حتى في الرسمه في الشارت اللي فات 1 كيلو امبير 1000 امبير يعني ده بالكتير. البي جي تي ازيد سنه 1.5 كيلو فولت ويوصل لواحد كيلو امبير. بيقول لك بقى الفولتج دروب على السويتش ودي مهمه جدا والريزيستنس بتاعت السويتش الاون ريزيستنس طبعا. الدايود ما فيش اون ريزيستنس. الفولتج دروب عليه من 0.3 لواحد ساعات بتعدي الواحد طبعا. ثيرستور من 1 ل 3 فولت زيه زي الترياك لان الترياك عباره عن 2 ثيرستور عكس بعض زيه زي الجي تي او. فدي الاجهزه دي كلها زي بعضها في الدروب. نيجي بقى على الام سي تي لا ده بيقل الفولتج دروب من 1 ل 2 فكده الكوندكشن لوسز هتقل فدي ميزه. الموسفت مفيش فولتج دروب لكن في اوميك ريزيستنس من 1 ملي حلو 4 اوم كارثه. تخيل بقى ال 4 اوم دي قلت لك اسف موسفت 100 امبير. طب لو 100 امبير عدوا ما هيعدوا في ال 4 اوم يبقى الاي سكويرد ار كام؟ المتر بيه 10000 في 4 40 كيلو وات فقد مش ممكن. عشان كده الموسفت ال 100 امبير عمره ما تلاقي ابدا المقاومه بتاعت 4 اوم. بتنزل الرينج المينلي عشان اللوسز تقل بس بتبقى التكلفه كبيره. اما البي جي تي هو اقل ديفايس او اقل سيليكون ديفايس في الفولتج دروب فدي ميزه كباره 1 فولت اقل من الثيرستور. عشان كده زمان في الاجهزه القديمه كانوا يحبوا دايما يستخدموه عشان ما بيسخنش الدروب عليه قليل مقارنه ببان والسويتش. الاي جي بي تي على حسب الكارنت اللي ماشي والاوبريتنج فولتج الدروب عليه من 1 ل 4. يبقى كده قارنا من حيث الريتنج والفريكوانسي والفولتج او الدروب او الايكويفالنت ريزيستنس اللي موجوده في حاله الموسفت فقط لا غير وتاكدنا فعلا انها مش موجوده في اي ديفايس تاني غير الموسفت. اخر بند في المقارنه الجماعيه دي كلها الجيت كنترول. طبعا هنا في الضرب مفيش جيت كنترول مفيش جيت اصلا. امال ايه حكايه سيركت كوميتيشن؟ يقصد يقول لك لما التيار فاكر الكونديشن بتاع اللي في اول محاضره امتى الدايد يبقى اوف؟ لما التيار يبقى بصفر والفولت ريفرس. دي بنسميها كوميتيشن سيركت كوميتيشن. كوميتيشن يعني ايه؟ تبديل يعني ايه؟ انت هتدرس بقى في الاجزاء اللي بعدي الدوائر اللي فيها دايت هيبقى فيها اكتر من دايت. تبديل يعني التيار يتبدل من دايت لدايت زي الكوميتيتور بتاع الدي سي ماشين اللي انت درستها الترم اللي فات. يعني يقصد يقول لك ان التيار نزل لصفر بس كده. الثيرستور دي كارنت بلس طبيعتها كارنت بلس ولاتش طبعا. الترياك زي الثيرستور كارنت بلس. الجي تي او كارنت بلس في الاون وفي الاوف كنترول دو اون واوف. تعال بقى للام سي تي والموسفت والاي جي بي تي فولتج
فولتج فولتج البيجيتي هو الوحيد الترانزستور الوحيد اللي كارنت كنترول خلاص كده بقى وصلت لنهاية الكورس بتاعي وزي ما قلت لك المحاضرتين دول بس النظر اللي احنا قلناه عشان كده مش حاططهم في الشيت الثلاث أسابيع اللي فات هتلاقي مسائل بسيطة جدا بعضها أنا حليته في المحاضرة بعضها في الشيت هتحله مع المعيد وشوية النظري برضك تركز عليه فالسؤال بتاعي دايما بيبقى أكتر من نص نظري والباقي مسائل مسألة أو مسألتين بالكتير بعد إن شاء الله ما هتخلصوا شيت 1 في السكاشن المعيدين هيعملوا لكم كويز يقيس مدى فهمك للشابتر بتاعي ولو عندك أي سؤال ممكن تتواصل معايا وإن شاء الله الأسبوع اللي جاي هيبدأ معك المحاضرة الساعة 2:30 الدكتور أحمد أسعد هتبقى محاضرة واحدة وبعد كده هو هيمشي زي ما أنا كنت ماشي هياخد المحاضرة الثانية في الوقت دوت مش هياخدها بتبدل مع الإيكونوميكس حد عنده أي سؤال يا جماعة؟ Yeah.